حول هذا الموضوع. تنضم إلينا آفن محمد سعيد، هي منسقة للمهرجان ومديرة العمليات في منظمة شجرة الليمون من أربيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يا صباح النور، يا هلا. بدنا تخبرينا عن تنظيم هاي المسابقة وليش تم تنظيمها، يعني شو كان الهدف منها؟ بالبداية نحن منظمة زراعية نعتني بالمرأة بشكل خاص، حبينا نضيف نشاط جديد اللي هو مسابقة الطبخ، هو تكريم للمرأة، ومثل ما انذكر قبل هلا هو تشجيع لها، مو أي شيء بتعمله ممكن يكون أمر عادي أو طبيعي أو ملزم إنها تعمله. بالعكس احنا بدنا اياها تحافظ على الشيء اللي هي فيه. بدنا اصاله الطبخات الكرديه والسوريه، بما انه نحن تقريبا موجودين من 2011 2012 صار في كثير في اختلاط بيننا وبين الاقليم، فاختلفت النكهات كثير، كثير وصفات بالشكل بالطعم، النكهات مختلفه كليا، تعلمنا كثير من بعض، كتير طبخات إن ما بيعرفوها نحن ما بنعرفها عنها، فحبينا إنه ندمج بينهم ونرجع شوي الأصالة السورية أو الذكريات الحلوة للناس الموجودة داخل المخيمات اللي فقدتها من زمان، خاصة بسبب النزوح والنزول. كان في حماس كتير لهي المسابقة من قبل الكرد والعرب؟ كتير، بشكل كتير كبير، خاصة نحن هي ثالث سنة أو رابع سنة بنعمل المسابقات. بلشت بمخيم دوميز واحد، حاليا عندنا 9 مخيمات داخل الاقليم من نازحين ولاجئين. بصراحه نحن اذا بدنا ناخذ الاعداد كلها اللي حبت تشارك، العدد كثير كبير بكل مخيم، بس انتم بتعرفوا امكانيات المنظمه محدوده تقريبا. طيب كيف تم اختيار المشاركات؟ يعني هل مثلا المشاركات مسيطات بالطبخ، انه بيقولوا نفسهم طيب على الاكل؟ طبعا، بالاضافه للرجال، في رجال كمان شاركوا معنا بالطبخ. طبعا ما عندنا اي فئه عمريه، يمكن السنه الماضيه في طفل عمره 12 سنه كان هو جائزه اولى بمخيم من المخيمات الموجوده داخل الاقليم. حلو. فهي مشاركه كثير حلوه، يعني يمكن هي اعاده ذكريات واصاله يمكن للطبخات القديمه اللي في كثير ناس ما بتعرفها، يمكن عم تقلدها بشكل محدث بس هي لها اصاله. مثل شو الطبخات يعني؟ شو الطبخه القديمه اللي لفتت نظرك بالمسابقه وقلتي فعلا صار لي زمان ما دقتها او شفتها؟ بصراحه الاوزي، انا كنت نسيانتها. فترات يمكن انا صار لي تقريبا حوالي 12 سنه موجوده بالاقليم لاجئه سوريه. في كثير طبخات نسيانتها، في كثير طبخات النكهه تبعها رجعت لما دقنا. التقييم اللي كان لما بتشوف انت المراه هي وجايه جايه للطبخه ومبسوطه فيها بالتزيين والتعب اللي عاملته بس مشان تشارك، بغض النظر عن الجائزه او الهديه، يمكن هو حست بشيء رجع لذاكرتها لورا، دعم معنوي اكيد اكثر ولا اقل. تماما، وهي الفكره اساسا كثير حلوه، انه بالفعل مانا مو واجب الشيء اللي عم تعمله، هو دائما اي شيء يمكن بيصدر عنا هو عن حب وشغف، واكيد في هوايه بالموضوع، يعني مثل ما بيقولوا عنكم نفسكم طيب. انت مجرب طابخ شيء ايهم؟ لنعرف. اي لانه بيقولوا رجال نفسهم طيب يمكن عندهم ميزه يعني اكثر. هلا مش كل الرجال ولا كل النساء، بس فعلا في سيدات وفي رجال بيتميزوا، يمكن لانه بيشتغلوا شوي شوي بتأني بحب، بيعطوا وقتها للطبخة فبتطلع طيبة، وبيعطوا يعني إضافاتهم الخاصة يعني حسب ما أنت بتتذوق ممكن أنك تعمل العالم. مين كان المشرف على المسابقة؟ كيف تم التقييم؟ كم واحد فاز؟ شو هي الهدايا اللي تقدمت؟ نحن بكل مخيم قلت لكم عندنا 50 مشترك، طبعا هي مو بس طبخات، هي كمان حلويات. تقريبا بكل مخيم كانت 30 وصفة طبخ و20 حلويات. طبعا الجوائز كانت للأول والثاني والثالث، طبعا التقييم كان من لجنة مختصة بتضم طبعا إدارة كل مخيم، بتضم شخص مثل ما نقول ذويق عنده ذوق بالأكل. والجوائز هي جوائز مادية للأول والثاني والثالث، والبقايا 47 بياخذوا جوائز طردية. الجوائز الطردية بنحاول دائما كل سنة تكون ضمن احتياجات المرأة داخل المنزل، يعني مثلا
مثل خلاطات، صوبيا كأني كان دفايات كهرباء، مكاوي، أجهزة كهربائية بسيطة، نقدر إنه نعطيهم إياها وبنفس الوقت إنه بيقدروا يستفيدوا منها أكيد. في حياتهم اليومية وداخل المطبخ بشكل خاص. صحيح. ذكرت إنه في لجنة لتقييم الطبخات والتذوق، في معايير خاصة كانت يعني مثلا نسبة الملح، الدسم، احكي لنا هالتفاصيل. طبعا هو في تقييم على الشكل والطعم، لأنه بصراحة في مرات يعني ممكن تشوف الشكل كتير حلو بس الطعم مو معاطي الأكل حقه، وممكن يكون العكس، يعني ممكن نتفاجأ مرات بشكل الأكل ما أبدا مثل ما بيقولوا عنها بالشامي مثلا، بيقولوا ما بتعبي العين، فبس الطعمة بتكون روعة. فنحن نحاول أنه نعمل ميكس بيناتهم، يكون التقييم على الطعم وعلى الشكل من 10، وبعدين نجمع المجموع كله بيطلع معنا الأول والثاني والثالث. حلو. طيب الأول والثاني والثالث شو كانت طبخاتهم إذا بتتذكر؟ هي اختلفت من كل مقيم، بس الجائزة الأولى راحت لطبخة كانت قلي. قلي وهي معروفة هون في العراق، أكلة كردية أصيلة. شو مكوناتها؟ من خبز الطاج، لحم الغنم اللي بينعمل بالتنور. كانت هاي الجائزة الأولى. الجائزة الثانية راحت للحلويات، أعتقد كان حلى بارد. الحلى البارد طبعا اللي بيعتمد على البراد مو على الفرن، بحكم بتعرفوا انتم فقدان الكهرباء والاشياء هذول اللي بكل مخيم ممكن تكون مو متوفره بشكل دائم. حلو. فبنعتمد على الشغلات اللي بتكون بسيطه قدامنا، فكانت هي الجائزه الثانيه. الجائزه الثالثه كانت للفطاير اللي هي بيسموها بالعراق سمبوسك او شامبوراك، تختلف التسميات، يعني مرات الأكلة بيكون لها ثلاث أربع أسامي بس هي نفسها. صحيح. بس يمكن بأشكال ثانية. صحيح. أو بيكون في عليها ممكن شوي إنه استغرب، يعني أنا في أكلات أنا في حياتي ما بعرفها لا بالشكل ولا بالطعم، ذقتها بداخل الإقليم صراحة، في منها عجبني في منها لا. شو اللي عجبك؟ طبعا الناس سواء أكيد، يعني كانت شو اللي عجبك ست آفي؟ العين أقبال وكثير شيء حلو من الناس، فانبسطنا إنه ما راح تعبنا على الفاضي الحمد لله. حاولنا نقدم شيء حلو، نساعد فيه الناس لو بشكل بسيط، لو يمكن ابتسامة أو ضحكة أو أي شيء يعبروا فيه عن مشاعرهم. هو دعم معنوي بالآخر فعلا كما ذكرتي. بس كنت عم بسألك إنه شو الأكلة اللي طيبة شفتيها هيك لذيذة وأنت ما بتعرفيها وسألتي إنه كيف بيعملوها طريقة طبخة يعني؟ هلا هي الأكلة اللي استغربت لها كثير، هي في أكلة لها ثلاث مسميات، هريس، وممكن يكون اسمها صمات، وممكن يكون اسمها سهي، وفي اسم رابع لها أنا هي استغربت لها كثير، هي عبارة عن قمح ولحم غنم بيطحنوه مع بعض بصير مثل الشوربة تقريبا هيك شيء، شوربة العدس. هاي نحن بنعملها بس مع جاز أكثر، ومسميها قمحية. ما بعرف إذا هذا الاسم موجود. بفضلها إذا وصفة أنا بفضلها بصراحة، أنا اليبرة ورق العنب هو مفضل عندي، فيمكن كل شوي كنت متحيزة لهالموضوع. ما هذا اللي بدي أقوله، يعني أصعب شيء يمكن أنه التقييم أو اللجنة اللي بتكون مثلا مختصة بموضوع الأكل، لأنه إلا ما يدخل الشيء الشخصي. طبعا أكيد. يعني أنت مثلا بين كل الأطباق بيلهو في قلبك مثلا لشيء أو بتحبه حتى لو كان في شيء ثاني. بس بتبقى يمكن المعايير الأساسية مراعاة بهيك مسابقة. اللجنة ما لازم تكون شخص واحد، يعني لأنه يمكن الشخص الواحد ممكن يتحيز لطريقة معينة، مشان هيك اللجنة بتكون تقريبا أربع أشخاص بكل مرة وبيحبوا لازم كل الأكلات لحتى يقدروا أنهم يقيموا. كثير استمتعنا بالحديث معك، وكل التوفيق لكم على هذا المشروع الحلو والمهرجان والمسابقة أيضا. آفين محمد سعيد، نهارك سعيد، منسقة للمهرجان ومديرة العمليات في منظمة شجرة الليمون، بانتظار أكيد كل جديد منكم. شكرا لك. شكرا.